يعني كابتن انور سلامه اللي هو كابتن حمدي ابو راضي بيدينه بالفضل خلال مسيرته كلها. بالظبط، يعني ان هو جابني يعني جيت من الشارع كابتن انور سلامه حطني في النادي الاهلي. واحنا النهارده كابتن حمدي يعني بنقول لك شكرا، شكرا على مسيره مليئه بالعطاء والانجازات، وجايين لحضرتك النهارده عشان نرد لك جزء من الجميل في خلال مسيره رائعه مع النادي الاهلي. تسمح لنا النهارده يعني نقدم لك درع يعني قناه الاهلي ونحتفل بيك النهارده ونرد لك جزء من الجميل. احنا بنشكر حضرتك يا كابتن حمدي وجايين لحضرتك هنا يعني بيتك علشان نرد لك جزء من الجميل ونقول لك شكرا على مسيره رائعه بالعطاء. ده يعني درع قناه النادي الاهلي، يعني حضرتك شكر وتقدير. تتقدم قناه الاهلي بخالص الشكر والتقدير والتحيه لسيادتكم على مسيرتكم الرائعه مع خالص الامنيات القلبيه. يعني تسمح برضو يعني حضرتك تمضي لنا على تيشيرت النادي الاهلي، تيشيرت برنامج رد الجميل، علشان ده يعني يكون ذكرى لينا ونحتفظ بيها. رقم التيشيرت ممكن برضو يعني الكورة دي عشان نحتفظ بيها. شكرا.